أعزائي من قرية الناصر، بحب أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقات. نحن ما زلنا في الأسبوع الأخير، تحدثنا أن موت المسيح لم يكن صدفة أو مصادفة، لكنه كان في فكر الله الأزلي اللي أعد الحمل قبل تأسيس العالم، وأن نبوات العهد القديم تنبأت عن موت المسيح، وأيضا برموز كثيرة اللي تحدثنا عنها تمت مطابقة لشخص يسوع المسيح. وطالما أنا عم بسمع صوت ثغاء الخرفان، فيوحنا قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فالمسيح فعلا الحمل المذبوح اللي قدم نفسه ضحية فدية من أجلك ومن أجلي حتى نستمتع ببركات الفداء. مات المسيح ليخلصنا من الخطية، ليكفر عن خطايانا، مات موت بديلي لكي يمنع العقاب عنك وعني، فأخذ آثامك وحمل أسقامك حتى يعطيك البر ويعطيك الشفاء ويعطيك البركة والغفران والحياة الأبدية والضمان والتأكيد الأبدي أن خطاياك قد غفرت. أنا بصلي من كل قلبي أنك تصنع هذا القرار اليوم في حياتك، تدعو المسيح إلى قلبك وإلى حياتك، تتوجه ربا ومخلصا عليك. ربنا يباركك.